نشرة الأخبار رئيسة من التلفزيون الجزائري. أهلا بكم مشاهدين وتتابعون في النشرة. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يشرف على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثامنة، ويكرم المتوجين في مختلف أصناف المسابقة. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء. تنصيب لجنة الخبراء لإثراء مشروعي قانوني البلدية والولاية من خلال استشارة كافة الأطياف والفاعلين تكريسا لمبدأ التشاركية. القمة العربية بالجزائر في صلب اهتمام الإعلام العربي، وتجنيد واسع لمتابعة ونقل مجريات الحدث ومخرجاته. وفي روبورتاجاتنا نتابع مشروع السكة الحديدية بولاية خنشلة قاطرة لحركية تنموية واعدة وديناميكية اقتصادية نشطة للمنطقة ككل. الاستثمار الفلاحي، موسم الحرث والبذر بولاية تسمسيل يعد بالوفرة والنوعية بالنظر للمؤهلات الفلاحية للمنطقة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بداية، يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني غدا اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروعي قانونين يتعلقان بالقانون الأساسي للقضاء، ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، وعروضا تخص شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني، مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة وبرنامج الاحتفالات المخلدة لذكرى ثورة التحرير الوطني في الفاتح نوفمبر 54 900 و1000. أشرف اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بقصر الشعب على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثامنة لهذا العام، والتي تأتي احتفاء باليوم الوطني للصحافة الموافق للثاني والعشرين أكتوبر من كل سنة. السيد رئيس الجمهورية مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثامنة لعام 2022، والتي تأتي تحت شعار ستينية الاستقلال تحديات الأمس تحديات اليوم، حضرها كبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، ومستشارو رئيس الجمهورية ووزير الاتصال محمد بوسليماني، إضافة إلى أعضاء الحكومة ومديري المؤسسات الإعلامية وإطارات في مجال الإعلام والاتصال. مراسم حفل التكريم استهلت بتكريم رئيس الجمهورية لعدد من الصحفيين المتوفين. ذلك أدعوكم فضلا سيدي رئيس الجمهورية لأن تتوسطوا وتتصدروا هذه القاعة، فضلا لتكريم أولى الشخصيات والقامات الصحفية المرحوم محمد سعيد بالعيد، تتقدم ابنته محمد سعيد عايدة. ثاني القامات الصحفية السيدة المجاهدة المرحومة زينب الميلي، ويتقدم عنها ابنها نوفل إبراهيمي الميلي. القامة الصحفية الثالثة سيد عبد المالك حويو، ويتقدم عنه ابنه عبد الله الأمين حويو. القامة العلمية الصحفية المرحومة صابرين خليفي، والتي يحضر عنها زوجها المخرج الشاب
تريبش نبيل. بعدها كرم السيد الرئيس المتوجين الأوائل في مختلف أصناف الجائزة، وبالمناسبة ذاتها كرم السيد الرئيس في ختام الحفل رئيس لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف. تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، أدعو عن فئة الإعلام المكتوب الصحفي خالد ضرباني. الفائز الأول في فئة الإعلام المكتوب من جريدة النصر عن موضوع له بعنوان ثبات العهد والتوجه نحو العصرنة، ينال شهادة تقدير وقد نال مكافأة مالية عن هذه الجائزة. أدعو فضلا في فئة الإعلام التلفزي الفائز بالجائزة الثانية السيد منير العرج عن المؤسسة العمومية للتلفزيون كان الألجيري في روبورتاج له بعنوان لي ميديا الجيريان دي 1962 jusqu'en 2022 entre sacrifice du passé et défi du futur. الفائزة بالجائزة الأولى في فئة الإعلام الإذاعي السيدة بشرى أبو حناش عن إذاعة ميلا الجهوية في موضوع لها بعنوان شمس الجزائر أشرقت. الفائز الثاني في فئة الإعلام الإلكتروني السيد عبد الحليم دياب من موقع زير تيوب في موضوع له بعنوان الجزائر الجديدة تحديات وآفاق. ونختم برئيس لجنة التحكيم السيد سليمان العرج. الأستاذ سليمان العرج يرأس لجنة التحكيم للسنة الثانية على التوالي في الطبعتين السابعة والثامنة بمعية من ساهم من أعضاء لجنة التحكيم، يحظى بشهادة تقدير وعرفان من السيد رئيس الجمهورية. وعقب مراسم التكريم أخذ سيد رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع المتوجين الإعلاميين وأعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف. وبعد اختتام حفل تكريم المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، تبادل السيد رئيس الجمهورية أطراف الحديث مع عدد من الإعلاميين والصحفيين العاملين في مختلف التخصصات التلفزيونية والإذاعية، الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وبعض الشخصيات الإعلامية المتقاعدة والتي تركت بصمتها في المشهد الإعلامي من خلال أعمال خلدت مسارها المهني. كما شهدت مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تكريم الإعلاميين المتوجين في مختلف أصناف الجائزة من قبل كبار المسؤولين في الدولة. كما كرم كبار المسؤولين في الدولة أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثامنة لعام 2022، والتي جاءت تحت شعار ستينية الاستقلال تحديات الأمس تحديات اليوم.
وزير الاتصال محمد بوسليماني وفي كلمة له بالمناسبة أشاد بدور رئيس الجمهورية في ترقية الإعلام ببلادنا، وذكر بتضحيات الصحافة الوطنية في سبيل صون كرامة الوطن، لا سيما دورها في التصدي للحرب السيبرانية المسعورة. إن 22 أكتوبر يعد فرصة للتعبير عن الامتنان المستحق لأسرة الصحافة الوطنية التي لم تتوانى عن التضحية من أجل الجزائر ومرافقة مراجع التنمية والجهود المبذولة لصون سيادة الوطن، فإن أهمية دور الصحافة تكمن في اطلاعها بواجب المساهمة بقوة في التصدي لمحاولة التشويش على مواقف الجزائر الثابتة وقراراتها السيدة. هذا وعبر المتوجون بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف عن فرحتهم بهذا التكريم. أشكر بالمناسبة رئيس الجمهورية على هذا التكريم، وأحيي بمناسبة اليوم الوطني للصحافة كل إعلامي الجزائريين، ونقول أن هذه الجائزة تبقى بمثابة عرفان وتقدير لمجهودات العمل الصحفي والصحفيين الجزائريين. هذه الجائزة بمثابة العرفان من طرف السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهذه الجائزة تتوج عمل الفيلم الوثائقي وكل أعمال التلفزيون الجزائري المشاركة. جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف هي حلم كل الصحفي، والحمد لله أنه قدرنا نحقق هذا الحلم. هذا الشيء يزيد للصحفي مثابرة وعمل حتى يزيد من إمكانيات نتاعو. يعني هذه الجائزة هي تشجيع للصحفي على أداء أفضل، تشجيعه لانتهاج أو السير في مسار احترافي. أشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد على تنصيب لجنة الخبراء التي ستعكف على إثراء مشروعي قانوني البلدية والولاية، وهذا من خلال استشارة كافة الأطياف والفاعلين تكريسا لمبدأ التشاركية والتشاور. المزيد مع خليد حج جلالي. لجنة الخبراء المكلفة بترأي مشروع قانوني الولاية والبلدية تضم مختلف الأطياف والفاعلين وتأتي تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، وتعمل على الوصول إلى مقترحات فعالة تصب في التكفل بانشغالات المواطن وتتناسب والتوجه الجديد الرامي لإرساء الديناميكية الاقتصادية المحلية. تنصيب لجنة الخبراء والتي ستوكل لها مهمة مراجعة ودراسة مشروعي الولاية والبلدية تجسيدا للتوصيات الحثيثة للسيد رئيس الجمهورية المنبثقة عن لقاء الحكومة الولاة التي انعقدت في شهر سبتمبر الفارط، والذي ارتأى السيد الرئيس من خلاله إلى ضرورة إعادة النظر في هذين القانونين استكمالا للبناء المؤسساتي والتشريعي بعد الإصلاحات المختلفة التي عرفتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية، الهدف منها الرفع من الأداء الحكومي والمؤسسات للدولة. إذن هو الدور الجديد المنتظر من الجماعات المحلية في تطوير الاقتصاد والتنمية المحلية ضمن حكامة ترسخ التعاون والتضامن المحلي وفق رهن ومعطيات جديدة. ها هو اليوم يولد هذا المولود الجديد من أجل الديمقراطية التشاركية، من أجل عصرنة الإدارة، من أجل أيضا الدور الجديد الذي دائما يعني السيد رئيس الجمهورية يوجه توجيهاته في هذا المجال، حتى يكون دور جديد للهيئات المحلية وخاصة البلدية والولاية. اليوم سوف نضع اللبنة الأخيرة لتعديل بعض من المواد التي تأتي على المواطن بخير في المستقبل إن شاء الله. هذا القانون الذي نتمنى إن شاء الله أنه يعطي صلاحية أكبر لممثلي المجالس الشعبية البلدية والمستوى الولائية، كما أنه يرد الاعتبار للإقليم كأقليم على المستوى البلدي وعلى المستوى الولائي، أن يعطي أن إن شاء الله يحمل في طياته الكثير فيما يخص الجباية المحلية، فيما يخص الاستثمار. نطمح من هذا المشروع أن يحرر المبادرة ويحرر الاستثمار، هذا مشق الاقتصادي سياسي نتمنى أن تكون فيه صلاحية أكبر للمنتخبين. الهدف هو وضع إطار قانوني طموح لتجسيد وتحول البلدية الولاية من مجرد هيئة غير فاعلة إلى هيئة فاعلة.
ووفق رزنامة زمنية حددت بنهاية السنة الجارية للانتهاء من إعداد مشروع قانوني البلدية والولاية، يكون الشروع التنفيذي الفعلي لأحكامهما على أرض الواقع. في الحركية التنموية، يعد مشروع خط السكة الحديدية الذي يربط ولاية خنشلة بمدينة عين البيضة وبالشبكة الوطنية يعد قاطرة حقيقية للتنمية لما يحمله من ديناميكية اقتصادية ورخاء اجتماعي لساكنة المنطقة. مشروع مهيكل انطلقت أشغاله في فترة وجيزة بفضل إرادة وعزيمة الشركات الجزائرية المنجزة. تقول حنان بورايو: 3 أشهر كانت مدة كافية ليتحول مشروع السكة الحديدية في ولاية خنشلة من مخططات على ورق إلى ورشات مفتوحة تجسده في أرض الواقع، ويفتح 250 منصب شغل لأبناء المنطقة. مشروع حيوي مهيكل يأتي ضمن المخطط التنموي التكميلي لولاية خنشلة. السكة الحديدية الرابط بين دائرة عين البيضاء وولاية خنشلة، الذي إن شاء الله سنرى فيه النور. نشكر السيد رئيس الجمهورية على هذا المشروع الذي استقبله المواطن الخنشلي بصدر رحب. نحن كتاجرين تسهل علينا عملية، يعني أول شيء التنقل من ولاية خنشلة لولاية أم البواقي، في نفس الوقت تسهل لنا عملية توزيع منتوجاتنا. من ناحية الطول تاعه 51 كيلومتر، سرعة القطار 160 كيلومتر في الساعة، سيربط بين عين البيضة وخنشلة، وسيعطي لولاية خنشلة منفذ على السكة الحديدية الوطنية. أرضيات متنوعة تعمل شركات الإنجاز بخبرة جزائرية على معالجتها وتهيئتها، لا سيما منها ذات الطابع الطيني، لتعزز قابليتها على حمل السكة والمنشآت الفنية لاحقا. طريقة معالجة هذه المنطقة يتم بثلاث طرق، وهي نزع الأتربة الغير صالحة، ثاني مرحلة وهي الوضع الحصى، ثالث مرحلة وهي وضع الجيوتكستيل. وكلت مهامه لمجمع شركات وطنية من كونسيدار أشغال عمومية، كونسيدار منشآت فنية سابطة. مشروع استراتيجي سيجلب للمنطقة الديناميكية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مع تنشيط كل المحيط الواقع على مسار السكة ومحطاته الأربع لنقل المسافرين والبضائع. هذه الولاية بإذن الله تعرف ديناميكية اقتصادية لتخلي تنتعش من ناحية الاقتصادية. ستسمح هذه المنشأة القاعدية بتسهيل حركة البضائع بين مختلف مناطق الوطن، وخلق مناخ ملائم للمنافسة التجارية، بما يسمح بتقليص التكلفة اللوجستية. كما من شأن هذا المشروع أن يساهم في خلق مناصب شغل. خنشلة بطابعها الجبلي والريفي ولاية تكتنز مؤهلات اقتصادية وتفتح فرصا استثمارية واعدة ببنية تحتية جديدة مربحة للوقت والتكاليف. في النشاط الفلاحي، وبالتزامن مع انطلاق حملة الحرث والبذر عبر الوطن، يعول فلاحو ولاية سمسيلت على إعانات الدولة ومرافقتها لهم لضمان موسم فلاحي ناجح، وهذا بالرغم من شح الأمطار العينة من بلدية عمار الرائدة في إنتاج الحبوب والبقول، والتي خصصت أكثر من 1000 هكتار لشعبة القمح والشعير. سهيل زيدور: بسم الله بحفنة من القمح الممزوج بالتفاؤل ينطلق موسم الحرث والبذر بولاية سمسيلت. يتم زرع حوالي أكثر من 1000 هكتار كل سنة، منها 450 قمح صلب، 200 قمح لين، و100 شعير، بالإضافة إلى البقوليات الجافة حوالي 150 هكتار. كنا نديرو روندمون دو 22 هكتار، هذه كنا نديرو، وكانت 26 ولاية تدي لا سومونس من ولاية سمسيلت، هي اللي كانت تاع الحبوب والبقول، سيرتو عماري هذه كانت محبوبة للقمح الصلب، كل خير منها. وهنا شوية حاجة ربي هذه ما نجموش نتحكموا بها، رانا في 4 سنين ولا 5 سنين حابسين الله غالب، اللي عنده نعجة باحة، اللي عنده بقرة باحة، المهم الأرض ما تقعدش بيضاء، وحنا نصبروا. هنا راني خادم هذا ليسي، وخادم 2 هكتارات من هي، 3 هكتارات من هي، ديرهم خرطان وديرهم شعير، وراني نسقي فيهم.
منذ سنة تقريباً بدأت معالجة الحبوب على مستوى المحطة الولائية التي يعتمد عليها الفلاح في حفظ البذور. الاحتياجات على المنطقة فيما يخص البذور 34 ألف قنطار من البذور، 80% تتم معالجتها على المستوى المحلي، و 20% يتم جلبها من تعاونيات أخرى. البذور اللي تروح الولايات أخرى تتصفى وتعالج وتعاود تولي هي نفس البذور اللي استقبلناها في الصيف. 60% من الأراضي بولاية تسمسيلت مخصصة للحبوب والبقوليات، والتي تعتمد على كميات الأمطار والثلوج لضمان موسم حصاد جيد. إلى الحدث العربي الهام، القمة العربية بالجزائر، حيث تبدي النخبة الإعلامية والثقافية في لبنان تبدي اهتماما كبيرا بالقمة التي ستنعقد في 1 و2 نوفمبر بالجزائر، متفائلة بالمخرجات المنتظرة منها. مفادة التلفزيون إلى لبنان، أمال أبو عقبة. النخبة اللبنانية تتابع وترصد أهم الملفات المطروحة على طاولة القمة العربية بالجزائر. هنا من بلد الأرز كانت للتلفزيون الجزائري لقاءات مختلفة مع هذه النخبة. أنا أتمنى أن تكون هذه مناسبة لانطلاقة جديدة للقمة العربية. يجب أن يفتش العرب عن دور ما الآن كل القوى الإقليمية تتقدم. الجزائر في موقع كثير من الدول بحاجة إليها. الجزائر دولة تملك من المقومات الاقتصادية والسياسية ما يجعلها قادرة على القيام بهذا الدور التوفيقي. الآن كل العرب ينتظرون بارقة أمل ما تصدر من مكان ما في الدول العربية. الإعلام اللبناني يرصد من جهته التحضيرات الجارية للقمة متفائلا بمخرجاتها. نحن كتلفزيون لبنان نحن متأهب كليا بالنسبة لهذه التغطية للقمة العربية. هذه القمة منولي أهمية كبيرة، على خاصة الأوضاع الموجودة هلأ بلبنان، أكيد رح يعطوا حيز كبير بالنسبة للبنان. دورنا كإعلام هو الإضاءة على هذه القمة العربية التي توطد العلاقات بين الدول العربية وتلم شمل الدول العربية. القمة العربية في الجزائر لها دور كبير، إعادة تصويب البوصلة للقضية الفلسطينية في ظل السياسة الممنهجة لتغييب القضية الفلسطينية. على صعيد التغطية الإعلامية هناك أهمية قصوى، على صعيد التغطية الإعلامية لكون مواقف هذه القمة والقضايا التي ستطرح من خلالها يجب أن تصل إلى مختلف شرائح الجمهور العربي في كل البلدان العربية. والطريقة الوحيدة القادرة على إيصال هذا الصوت أو هذه المواقف هي من خلال التغطية الإعلامية القادرة على نقل كل المواقف ونقل النتائج والأجواء لهذه القمة 31. قمة الجزائر هي قمة لم شمل العرب الذين يتطلعون إلى توحيد الصفوف والتعاون مستقبلاً. هذا وثمن الدكتور عبد المحسن لافي شمري رئيس مركز الانفراد للاستشارات الاستراتيجية بالكويت، ثمن المجهودات التي تبذلها الجزائر في سبيل تقريب الرؤى وتوحيد كلمة الأمة العربية. أعتقد أن الجزائر بتاريخها الحافل الذي امتد على كل هذه السنوات وقدمت من الشهداء ما يكفي أن تسقي هذه الأرض للم الشمل. الجزائر بادرة جهد وقاعد تجتمع، صار لها فترة وتفتر، يا يزور الأمارات، يا يزور الكويت، يا يزور السعودية، يا يزور مصر، يعني لجان وفرق عمل قاعد تشتغل هناك. أنا أدري لجان وفرق عمل قاعد تشتغل بالجزائر علشان تقرب وجهات النظر، علشان تخرج هذه القمة بأفضل القمم اللي موجودة وخرجت.
في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين القوات البحرية الجزائرية والقوات البحرية الروسية، غادرت مساء أمس الجمعة مفرزة السفن الحربية التابعة للأسطول الروسي والمتكونة من الغرابين ستويكياي 545 وسوبرا زيتيلناي 531 بعد توقف دام 4 أيام، تم من خلاله تنفيذ تمارين بعنوان المناورة البحرية المشتركة 2022 بمشاركة وحدتين من قواتنا البحرية والمتمثلتين في الغراب متعدد المهام الظافر رقم المتن 920 وقاطرة أعالي البحار المنجد رقم المتن 701. هذه المناورة البحرية المشتركة شهدت تنفيذ عدة تمارين تمثلت في تمرين المناورة التكتيكية، الاتصالات بالأعلام والإشارات الضوئية، الاقتراب من أجل التزود، وكذا تمرين المساءلة والمنع البحري. مثل هذه التمارين تهدف إلى تبادل الخبرات بين القوات البحرية الجزائرية والقوات البحرية الروسية، وكذا تطوير القدرات العملياتية والتفاعل المشترك في مجالات الأمن البحرية. أقيمت صباح اليوم عبر مساجد الوطن صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث بعد تأخر سقوط الأمطار اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واستجابة لدعوة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. في الذاكرة التاريخية وعشية الذكرى 68 لاجتماع القادة الستة التاريخيين، نظمت جمعية مشعل الشهيد والأسرة الثورية ببلدية رئيس حميدو بالعاصمة وقفة تم خلالها وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لأعضاء مجموعة الستة وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. وبمناسبة اليوم الوطني للصحافة كرمت الجمعية كل من أسرة الصحفي المجاهد الراحل محمد العيشاوي الذي قام بطباعة بيان أول نوفمبر والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائرية. في شأن الصحراوي، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في قطاع أم أدريكا حسب بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من أول أمس مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعات أو سرد حوزة والمحبس وغيرها من المناطق في فلسطين. الآن، استشهد شاب فلسطيني اليوم بنيران قوات الاحتلال الصهيوني قرب حاجز عسكري في مدينة قليقلية بالضفة الغربية، فيما استهدفت قوات الاحتلال المزارعين الفلسطينيين في الأراضي الزراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة برصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة بعضهم بحالات اختناق. هذا ووقع أكثر من 250 أكاديميا ومتضامنا مع الشعب الفلسطيني من 28 دولة على بيان صادر عن الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد الصهيوني يدعو إلى مقاطعة الكيان الصهيوني أكاديميا، وذلك ردا على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني. ونفترق على الرياضة، حيث تم اليوم انتخاب كريمة طالب رئيسة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف. كريمة طالب فازت بأغلبية ساحقة على حساب منافسها بوزيد عبد المجيد، كما تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي ونواب الرئيس الثلاثة. نهاية النشرة وتابعتم فيها. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يشرف على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها 8 ويكرم المتوجين في مختلف أصناف المسابقة. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء.
تنصيب لجنة الخبراء لإثراء مشروعي قانوني البلدية والولاية من خلال استشارة كافة الأطياف والفاعلين تكريسا لمبدأ التشاركية. القمة العربية بالجزائر في صلب اهتمام الإعلام العربي وتجنيد واسع لمتابعة ونقل مجريات الحدث ومخرجاته. وضمن روبورتاجاتنا تابعنا مشروع السكة الحديدية بولاية خنشلة خاطرة لحركية تنموية واعدة وديناميكية اقتصادية نشطة للمنطقة ككل. في الاستثمار الفلاحي موسم الحرث والبذر بولاية تسمسيل يعيد بالوفرة والنوعية بالنظر للمؤهلات الفلاحية للمنطقة. نشرة من إخراج كمال مالك في رئاسة التحرير شعيب بن الرحمن. تقبلوا تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله.